الرافدين في العراق وتعني بلاد ما بين النهرين. اليوم في الأردن يطلق اسم الرافدين على مشروع رأى النور قبل عام مضى، وهو مشروع تقوم عليه فتيات عراقيات مهجرات. فقبل أكثر من عامين أجبرت العديد من العائلات المسيحية العراقية على ترك بيوتها ووطنها بحثاً عن الاستقرار والحياة الآمنة التي فقدتها بسبب الإرهاب القاتل. في ذلك الوقت هبت العديد من الكنائس والجمعيات الأردنية لمد يد العون لهؤلاء المهجرين، فاحتضنتهم وقدمت لهم ما يمكن أن يساعدهم في الحصول على حياة كريمة، لكن الحاجة إلى تأمين متطلبات الحياة اليومية كان أمراً ملحاً. فبدأت فكرة إنشاء مشغل للخياطة تعمل به الفتيات ليصبحن منتجات في بيوتهن وعائلاتهن، وبمبادرة من الأب ماريو وبدعم من الفاتيكان وبفكرة من سيدتين إيطاليتين تطوعن لتعليمهن فن الخياطة داخل قاعة دير راهبات السليزيان في جبل الويبدي بعمان، بدأنا العمل بالمشروع وبدأ الرجاء يكبر في قلوبهن. اليوم تحتفل هؤلاء الفتيات بإضاءة الشمعة الأولى لمشروع الرافدين، ففي قاعة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أقيم بازار يعرض مشغولات يدوية صنعت بأيد عراقية، حضرته السفيرة العراقية في الأردن صفية سهيل وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولون من السفارتين الإيطالية والبابوية بعمان وجمع من المدعوين والزوار. معروضات تمزج ما بين التقاليد الشرقية والأنماط الغربية قدمتها الفتيات بجهودهن للاعتماد على أنفسهن في بناء حياتهن. مبروك لبنات الرافدين هذا النجاح الكبير بعد عام من البدء بالعمل في الأتوليه والشغل اليدوي وتقديم هذا الجمال الرائع من الأعمال اليدوية. اليوم معرضهم أكبر وأكبر وبرقي وبمهارة عالية، ونتمنى العام المقبل أن نشوف معرض بعد أكبر ونشوفه عبر العالم ليس فقط في عمان. مشروع الرافدين ذو الفكرة الإيطالية المنبع يساعد الفتيات العراقيات على تعلم مهنة تشكل لهن مصدر عيش ضروري وآمن. اليوم وبعد مرور سنة واحدة للاحتفال مع أصحابنا وشركائنا، نحن سعداء وفخورون ببناتنا لتعلمهن الخياطة والحياكة، والشكر لله والشكر لكل هؤلاء المتطوعين والقائمين الذين أشرفوا على هذا المشروع وقدموه لنا. الفتيات العراقيات العاملات بهذا المشغل والذي يحمل علامة تجارية بعنوان صنع بأيدي فتيات عراقيات جعل منهن منتجات
لمهنة مفيدة. احنا ابتدأنا هذا المشروع من خلال فكرة لمجموعة من الخياطات الإيطاليات اللي هم حبوا أن يدعمونا بهذا الشيء. احنا كلاجئات عراقيات موجودين في عمان، وأيضاً أبونا ماريو هو المشرف علينا. كانت بداية هي ككورس خلال أسبوع، كنا 20 بنت، لكن من شافوا إنتاجاتنا وشغلنا هو كلش حلو وجيد، يعني رادوا إنه يسووا مثل شغل يستمر ويساعدنا ويدعمنا، يعني وإنه هي كمهنة حلوة واحد يتعلمها، خاصة للبنات هو فتشي كلش مهم. وأيضا يعني تعلمنا معنى الصبر، مرات من تصير بعض المشاكل ببعض القطع من الملابس، ف يعني نقدر أنه نواجهها بصبر أكثر. ورغم ما مر بهن من ظروف صعبة، فالفتيات العراقيات يؤكدن أن الأمل والرجاء بغد أفضل ما زال موجوداً، وأن الله يختار دائماً الطريق الأفضل لحياة كل فرد فينا.